خطير على مرمى هاندانوفيتش الميلان، الكرة من جانب سوبر ماريو الجميلة بالراس. فعلها الوحش، نعم نعم، نايجل ديونج هدف أول لميلان. يا إلهي، جميلة جدا، واللقطة من نايجل الوحش ديونج، هو المهاجم، هو الهداف، وهو صاحب الرأسية الرائعة. هدف الديربي، ميلان يصل أولا، ميلان يسجل كرة ماريو، عرضية بالوتيلي، الكرة لم يكن فيها التسلل، جاء من بعيد، ضرب برأسية من حديد، ضربهم كواهم في الديربي برأسيته بصلعة تحرق مرماهم. نعم، هدف أول لنايجل ديونج يجعل الديربي يشتعل. تأخر الهدف، لكن المهم للميلانيين أنه جاب، أنه سجل، أن شباك الإنتر اهتز.